هنا نقدم تصفيقا حارا لربنا يسوع. أصدقائي، لنفتح كتبنا المقدسة على المزمور 77. هذا المزمور كتبه آساف. لدينا بعض الدروس هنا جميعها بين السطور، ونحن بحاجة لإعلانات الله في أعماق قلوبنا لندرك أهمية هذه الإعلانات لحياتنا. وهنا يذكر المرنم آساف بعض الأمور الهامة في العدد الأول. يقول ما يلي: صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغى إلي. عدة دروس هامة لحياتنا. وهبنا الرب مركبة للتواصل مع بعضنا ومعه أيضا، وهي صوتنا. إن بحاجة إلى التحدث إلى الرب، ولكن مرات عديدة لا ندرك كيف نفعل ذلك. حتى مع الأشخاص الآخرين نرتكب أخطاء عدة ولا نفسر الأمور بشكل حسن، ولا نليها اهتماما وثيقا، ولا نفعل ما قيل لنا أن نفعله. في كثير من الأحيان يكون الخطأ فينا، ويخطئ معظمنا إلى الرب دائما، لأنه عندما دخلت الخطية إلى العالم من خلال آدم، دخل الموت حياتنا كنتيجة، والذي ببساطة هو طبيعة الشرير، طبيعة الدمار. وهذه الطبيعة تلوث البشرية جمعا في كل مجالات الحياة. ولكن الأهم من ذلك أنه يدنس طريقنا في الإيمان والحديث مع خالقنا. ثم يختلق الإنسان أموراً عدة. مرات عديدة نصلي للرب، ولكن ليس بصوتنا بل بصوت الكراهية والإحباط. فنبدأ الصلاة بصوت الشك وبدافع خفي، وحينئذ لا يستمع الرب لصلواتنا، لأنه يسمعنا فقط عندما نكون حقيقيين وصادقين أمامه. ونخبره ليس فقط بما نحتاجه، ولكن لنعلن ما تحدث به إلى قلوبنا من خلال الكلمة المقدسة. وعندما يحدثنا الرب ينقي صوتنا ويطهر طريقتنا في الكلام، وهذا ما نحتاجه للتحدث إلى الرب. صوتي إلى الله فأصرخ، مع القدرة التي أعطاها الرب لنا، عندما نغتسل ونتطهر تماما، نتنقى من كل إثم في حياتنا وكل ما يأتي من الشرير كالخداع والإثم. أنا إذن تدرك ما عليك القيام به، وبعد ذلك تتخذ القرار لكي تتضرع للرب وتصرخ، ليس وفقا لأفكارك بل وفقا لكلمة الرب المقدسة. كثير من الأحيان يوبخك الرب لمصلحتك لأنك تخطئ، ولا يمكن تأجيل الأمر لوقت لاحق. في هذه اللحظة يا رب سأضع الأمور في نصابها الصحيح، هذا يمكن أن يحدث الآن. أعظم معجزة في حياتك قد تحدث الآن، سواء كنت هنا في الخدمة أو تشاهدنا من المنزل، لأن الرب يظهر لك ما هو خطأك ويساعدك للتخلص منه. إذا صوتك النقي هو مركبة التواصل مع الرب، يمكن يمكنك استخدامها للتضرع وللصراخ بأعلى ما لديك. قد لا تصدر ضجة للخارج، ولكن في أعماقك أنت تتخذ موقفا صادقا أمام الله. وماذا يقول؟ صوتي إلى الله. ركزوا جيدا إخوتي، لا تصرخوا لأي وسيط يدعي الناس وجوده، فلا وجود إلا للشفيع الوحيد بين الآب والإنسان وفقا للكتاب المقدس، وهو الرب يسوع المسيح البار. وهكذا يمكنك أن تصرخ له، وتستطيع القول أبانا باسم الرب يسوع، وهكذا تحصل على قوة سماوية من أجل معونة الآخرين. فعندما تستخدم اسم الرب يسوع يتم نقلك روحيا مباشرة أمام عرش الآب، وهناك تصرخ وتقف بناء على كلمته المقدسة. هناك أشخاص يتسمون بعادة سيئة. على سبيل المثال، لنفترض أنني أتحدث إلى هذا الرجل هنا وأحدثه عن صفاتي الحميدة،
لكني أنظر إلى شخص آخر وأنتظر منه أن يوافقني أيضاً. أجل، هذا صحيح، لربما فعلتم ذلك مليون مرة محاولين أن تجعلوا شخصاً آخر ينضم للمحادثة. لا تفعل ذلك أبداً، يمكنك فعل ذلك مع الناس، لكن مع الرب لا. لا تدخل شخصاً آخر. أبانا، أنا أقف أمامك وقد سمعت صوتك وأدركت كلامك يا إلهي. لقد منحتني هذه القناعة وأريد أن أحل هذه المشكلة الآن تماماً. أي نوع من المشاكل؟ وإن كنت حقيقياً وصادقاً في صلاتك، بمجرد الانتهاء قل شكراً يا رب وأعلن استجابة الرب بإيمان. لقد قال آساف: صوتي إلى الله فأصرخ، صوتي إلى الله فأصغى إلي. أحبائي، هذا هو الشيء الأكثر أهمية في العالم. آساف لم يقل أنه لم يصغي له، لا، من هذه اللحظة سيسمع الرب صراخك بعد أن تتضرع له، ستنال النعمة. لا تعتقد أن علاقتك مع الرب قد انتهت، بل استمر بالتواصل معه. قل يا رب، سأطرح كل الشر بعيداً الآن، إلهي أرشدني، ماذا علي أن أقول لهذا الشخص أو ذاك؟ والآن أي قرار علي أن أتخذ؟ فإن كنت بتواصل مع الرب سيسمعك بكل يقين. وليس هذا فحسب، بل كما قال آساف: من الآن فصاعدا يمكنك التحدث إلي يا ابني، وسأكون دائما معك، سأعطيك اهتمامي الكامل. لذلك اسعى للتواصل مع الرب. جرد نفسك من كل ما تعلمته من غير المؤمنين، من معلمي المدرسة أو القادة الدينيين وأفراد العائلة. أنت بحاجة لأن تدرس كلمة الله ومن قبل يسوع. قال الأب على جبل التجلي وقت المعمودية في نهر الأردن: هذا هو ابني الحبيب، له اسمعوا. لا تعطوا أذنكم لأي شخص آخر. وعندما يتعلق الأمر بحياتكم الروحية، تعاملوا مباشرة مع الرب يسوع الذي قال لنا: لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً. وهكذا: أيها الرب يسوع، أريدك في حياتي اليوم، لا أعرف كم كنت ملوثاً. وعندما أتحدث يا رب، كم من الخبث والظلم قد وجد في صوتي، لكني أريدك أن تطهرني يا إلهي كلياً وتماماً. اغسلني يا رب، لأنني عندما أصرخ لك أريد أن أصرخ بصوتي، لا أريد أن أصرخ بصوت شخص آخر ولا بأسلوب مغاير، بل أريد أن أسترجع القدرة التي فقدتها. فعندما أنطق باسم يسوع في محضرك تسمع صوتي وتجيب صراخي وتصغي إلي، لأنه لك وحدك يا رب أرفع صوتي، ليس لأي شخص آخر، فقط للرب باسم الرب يسوع. وبعد ذلك يمكنك أن تكون على يقين تماماً أن الرب يسمعك. ليس عليك القيام بأي شيء، ولا تقدم التضحية لتنال البركة أو أي نوع من الندم لتجذب انتباهه. فإن كنت في المترو مثلاً، أو مسافراً على متن الطائرة، أو داخل كهف في مكان ما، قل: أنت معي يا رب وأنت ستقودني. وإن وقعت بإغراء ما، أسرع وقل: أبانا، أرجو أن تغفر لي واسمح لي بالتواصل معك من جديد. لا أريد النظر إلى الشر أو أن أفعل شيئاً كهذا. أطلب وجهك وحضورك يا رب، وإن تصرفت بهذه الطريقة ستنال التطهير حتماً. ستغتسل بشكل كامل كالترنيمة التي تقول: أكثر بياضاً من الثلج. هكذا ستطهر من كل إثم، وبعد ذلك تستطيع الصراخ إلى الرب. يمكنك أن ترفع صوتك وسيسمعك، والأهم من ذلك ستكون أذنه معك.
وبمجرد أن يسمعك مرة واحدة سيكون الباب مفتوحاً على مصراعيه. وهل يمكن أن يغلق هذا الباب الآن؟ قال يسوع: أفتح وليس من يغلقه. لا أحد يستطيع إغلاقه، فأنت بحاجة لاستمالة أذني الرب. مجداً لله. إن كنت في المنزل نائماً صباحاً في الباكر، ليس عليك أن توقظ زوجتك. عزيزتي صلي من أجلي. لا، عليك أن تصلي بنفسك، وفي هذه اللحظة بيقين سأشفى. إن شعرت أن حادثاً على وشك الحدوث، إلهي إني أستخدم سلطانك باسم يسوع، كما يقول في إنجيل يوحنا الإصحاح 14: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. مجداً للرب. أحبائي، أشجعكم هذا اليوم. لقد قال أنه يريد أن يطهركم ويبارك حياتكم. وبعد ذلك ماذا يريد؟ يريدك أن تشعر بالثقة. إن كنت في طريق عودتك للمنزل أو في أي مكان آخر، فأذني الرب تصغيان لك ويسمعك. إلهي، انظر لذلك الشخص المسكين هناك، إنه في حالة مزرية، اعتني به يا رب، وهكذا سترضي الله كثيراً. وإن اكتشفت أي نشاط شيطاني، قل: أيها الشرير اخرج الآن باسم الرب يسوع. وإن وجد في مكان عملك شخص يحاول أن يسبب المشاكل دائماً، صلي: يا رب ارحم حياته، أطلق له البركة ليتم تحريره من الشر. أحبائي، ستعملون الأعمال التي فعلها ربنا يسوع. آمين. دعونا نصلي لك. أبانا، أشكرك من كل قلبي من أجل ماء الحياة الذي يتدفق إلينا، الذي يأتي على النفوس العطشة هنا. إلهنا، أعطنا إياه دائما ليجدد أرواحنا. أبانا، إن هذا الماء يطهر أعيننا وينقي دوافعنا وقلوبنا ويضع لغة جديدة في أفواهنا. هذا كل ما نحتاج إليه في حياتنا يا إلهنا. أبانا، جميعنا نصرخ ونبتهل إليك. يا رب ساعدنا لنحظى بهذه الشركة المقدسة دائما معك. اسمع صوتنا يا إلهنا. انزع كل تلوث وكل نجاسة من الجحيم يا رب. أزل كل شر، طهر قلوبنا، أعطنا الظروف الملائمة يا رب لنفعل إرادتك، لنقوم بالأعمال التي صنعها ربنا يسوع. اخلق فينا أبطالا حقيقيين اليوم، أبطال في الإيمان والإخلاص والمحبة. أبانا، أبطال يأتون بالفرح الحقيقي إلى قلبك باسم الرب يسوع المسيح. صلي مقدمين لك كل إكرام وحمد باسم الرب يسوع. آمين. مجداً للرب. أحبائي، لنصلي الآن من أجل جميع الذين لديهم كتلاً في الجسد، أو راماً، فتق أو كيس من نوع ما، مجموعة من الأكياس، نتوء أو أي جزء من الجسد. لكل من يريد من الرب أن يشفيه الآن، كم شخص لديه كتل أو عقد أو زوائد؟ نريد أن نصلي كي يشفي الرب هذه الأمراض. ارفعوا أيديكم كي أرى. قفوا الآن لأصلي من أجلكم. أولئك الذين يتابعوننا في منازلهم، افعلوا ذات الشيء أيضاً من فضلكم. تذكرون ما قلته في البداية، لا يجب أن نعطي أي أهمية لوجود أي مرض أو مشكلة. يسوع يمكنه إزالة الكتل من الثدي التي قال عنها الأطباء أنها سرطانية، يزيلها الرب جميعها. أيضاً أخواتنا التي يمتلكن كتلاً في المبايض، الرب يستطيع إزالتها جميعها. أيضاً من الحبال الصوتية أو الكتل في الكليتين، احنوا رؤوسكم وأغمضوا أعينكم من فضلكم. أبانا، باسم الرب يسوع، إني هنا أطلب منك أن تأتي بقوتك يا رب في هذه اللحظة تماماً. إلهي، انظر للأحباء هنا في هذا المكان في القاعة، أو أولئك الذين يتابعون على شاشة التلفاز. بارك يا رب كل شخص يصلي لنا. اشفي هؤلاء الأجساد يا إلهي. أرسل ملائكتك ليزيلوا كل ورم، كل فتق،
كل عقد وزوائد من جميع أنحاء أجسادهم. أبانا تعال واشفهم الآن وطهر هؤلاء الأرواح من كل هذه الأشياء. تعال يا رب كرياح عاصفة، تعال ببهائك ومجدك بقوتك وقدرتك يا إلهي. أزل هذه الكتل. إني الآن أستخدم قوتك يا رب وسلطانك المعطى، وأقول اسمع أيها الشيطان، أنت تعلم أن لدي السلطان الكامل على كل أعمالك. في هذه اللحظة تماماً أنا أمرك، خذ جميع ما وضعته في حياتهم، هذه الكتل والأورام، كل هذه الفتوك، البثور والزوائد، العقيدات والخراجات، أنا أمرك باسم الرب يسوع، اخرج من حياة هؤلاء الناس. شاكرينك يا روح الله القدوس. مبارك اسم الرب يسوع إلى الأبد. آمين. انظروا إلي الآن. إن كنت تؤمن قل المجد للرب يسوع. وافحص نفسك الآن، لقد اختفت الكتل وتحقق من البركة. أين كانت الكتلة؟ في الرأس، لا تجلس، لا يزال الرب يعمل في الكفين أو في الجزء الخلفي من راحة يدك، أينما وجدت، على ظهرك، السرة أو الصدر، ابحث عن الكتلة الآن، في الثدي أو تحته، في الإبطين، أينما كانت، وراء أذنيك، في عنقك أو فمك. من منكم قد شفي؟ هل اختفت الكتلة أختي؟ دعوني أتكلم مع هذه الأخت. أين كان الألم أختي؟ بدأ في باطن قدمي وامتد لأعلى ساقي، ألم حاد. الكثير من الألم. أجل. هل زال؟ لقد زال. آمين. هللويا. من أيضا قد شفي؟ لمجد الرب لا تخجلوا، لأنك عندما تخجل سيسرق الشيطان البركة. عليك أن تشهد. أعطي المجد للرب وارفع يدك، أعلن شفاءك الآن. ماذا حدث لك أخي؟ تابع تفضل. عيناي كانتا تحرقان لكن بعد الصلاة شفي. أوه مجد للرب. ماذا عنك أختي؟ ورم هنا في حنجرتي ظهر الليلة الماضية. هل زال؟ الآن قد زال. آمين مجد للرب. هكذا يعمل الرب. نار الرب في المكان، هناك على الشرفة. ماذا عنك؟ كان لدي ألم في خاصرتي والآن زال باسم يسوع. لقد زال. آمين. من شفي أيضا؟ انظروا إن كنتم قد شفيتم باسم الرب يسوع. من فضلكم آمنوا، فالرب ما زال يعمل في وسطنا. أنت أختي ماذا حصل معك؟ لدي موعد لصورة شعاعية غداً، لكنني أؤمن أني شفيت لأنه لا يؤلمني بعد الآن. كنت أتألم كثيراً. ألم شديد. أجل، منذ 4 شهور. أين في جسدك؟ في قدمي. في قدمك. أجل، لكنه زال. نعم باسم آمين. يسوع. آمين. مجداً للرب يسوع. تفضل أخي. كان لدي حفرة في ساقي، حقاً حفرة صغيرة في الجزء العلوي، وكنت أمشي بصعوبة. هنا كانت تؤلمني. هل اختفى الآن؟ كانت تؤلم. انظر الآن، لا يوجد شيء، لقد أغلقت تقريبا. شفاك الرب. آمين هللويا. أجل. ماذا عنك؟ تفضل أختي. كان لدي كتلة في ركبتي ويجب أن أذهب تحت عملية جراحية لإزالتها، ولكن شعرت في قلبي أنها ليست ضرورية. هل اختفت أم زالت؟ ما زالت هنا لكنها أصغر. لكنها أصغر؟ نعم أصغر. هناك في الشرفة. ورم في يدي اليسرى في إصبعي الخنصر، لقد زال. منذ متى؟ أكثر من سنة. مجد للرب هللويا. تفضلي ماذا حصل لك؟ كان لدي كتلة في صدري. كم حجمها؟ كحجم تلك الطماطم الصغيرة الحمراء. منذ متى ظهرت عندك؟ ظهرت منذ أسبوع ولكن لم أتقبلها، والآن أثناء الصلاة قد زالت. أوه مجد للرب. ماذا عنك أختي؟ استيقظت في الصباح مع ألم في جسدي، وهذه المرة الأولى التي آتي بها إلى هنا، وكنت أشعر بالألم لكن بعد الصلاة لقد اختفى. أشكر الرب الإله. هاللويا. الرب يعمل حقا اليوم، أليس كذلك؟ لا تخجلوا من الشهادة. إن فعل الرب شيئا عليكم أن تشهدوا وتعطوا المجد للرب. أريد شخصين آخرين عما فعل الله في حياتهم. هناك، أخبرنا ما الذي حدث معك. كان لدي كتلة في يدي اليسرى وكانت كبيرة جدا والآن هي أصغر، ولدي كتلة أخرى في صدري لا يمكنني لمسها لكن ظهرت في التصوير الشعاعي، لكنني أؤمن أنها ذهبت أيضا، فكما شفى ذراعي سيشفي صدري. آمين مجد للرب هللويا. أحبائي قدموا شكرا للرب. تفضلوا بالجلوس لننتقل الآن إلى دراما الحياة الحقيقية.
عندما كان عمري 16 عاماً بدأت أعزف في أفضل الحفلات الموسيقية مع أصدقائي. كنت أهتم بصيانة المعدات، لم أكن موسيقياً لكن كنت أساعد الفرقة. تعرفت على كل ملذات هذا العالم كما يسمونها مغريات العالم. بدأت بتدخين الماريجوانا والكوكايين وبدأت بشرب أنواع الكحول وقد انتهيت. بعبارة أخرى، تدمر كل شيء في حياتي وكل الروابط التي كانت لدي مع عائلتي. كنا نتشاجر ونتشاجر لأنه كان عدوانياً، كان أي شيء يجعله غاضباً جداً. فبينما كنت مع الفرقة بدأت بتعاطي المخدرات وهددت والدتي بالضرب عدة مرات وهددت أختي حتى ضربتها عدة مرات أيضاً. كم كان ذلك مؤلماً، أنا لا أتمنى ذلك لأي شخص آخر. ليس هناك أم تريد أن ترى أبنائها يتعاطون المخدرات، وشعرت باليأس تماماً. بالنسبة لي كان فاشلاً بالفعل، لم أستطع أن أرى حلاً لذلك. برأيي كان من المستحيل أن يتحسن، وأن حتى الرب غير قادر أن يجعله أفضل. كانت والدتي دائماً تصلي للرب من أجلي، تصلي كثيراً. وأحد الأيام كنت عائداً من مدينة أخرى مع شبان الفرقة وشعرت بفراغ في قلبي واتصلت بها وقلت أمي أريد أن أذهب إلى الكنيسة. كنت سعيدة جداً، بكيت كثيراً عبر الهاتف وبعد الصلاة بكثرة، لدرجة البكاء إلى الرب. استطعت أن أرى النعمة تقترب، وبعد ذلك بدأ بالذهاب إلى الكنيسة وبدأ يشعر بالاهتمام بالفرقة الموسيقية في الكنيسة. وبينما كنت هناك بدأ الرب يكلمني. قرر التوقف عن التدخين والشرب واللعب في النوادي الليلية. لكن بعد أن تغير عاد نيكولاس مجدداً. عدت للكوكايين مرة أخرى وكان إحساساً سيئاً لأن الروح القدس كان بالفعل معي. شعرت بألم شديد وبكيت كثيراً. عندها ركعت على ركبتي، تحدث الرب إلى قلبي، ليس هذا ما أريده لك. ومنذ تلك اللحظة لم أتعاطى المخدرات أو أشعر بالرغبة في استخدامها. كنت حازماً جداً وثابتاً في الكنيسة. تخلصت من كل الأشياء السيئة ولدي وظيفة جيدة. أنا موسيقي هنا في الكنيسة وفخور جداً بذلك. هو أكثر هدوءاً وعلى استعداد لمساعدة غيره من الناس. الآن إنه بركة حقيقية. اليوم أهتم بأسرتي وأعتني بهم وأحاول أن أقدم لهم المزيد. نحن دائماً معاً نساعد بعضنا البعض في كل وقت، سواء في الكنيسة أو في العالم. هذا الانسجام وهذا السلام من الرب، وجوده دائماً في حياتنا، يمكننا أن نرى الآن ذلك. الآن لدي صديق وشريك ومستشار. أصبح يرغب الآن في التقرب أكثر من الرب ومن كلمته. اليوم لدي حضور الرب في حياتي، وأستطيع أن أقول أن مع الرب يسوع في حياتي أستطيع أن أعطيهم الأشياء التي كنت أفتقدها في أيام الضلال. لا يوجد مقارنة كيف كان وكيف أصبح. الآن لدينا عائلة حقيقية. أستطيع أن أقول أنني قد استعدت الرب في حياتي. كنت بحاجة له حقاً، لقد سكن في قلبي، واليوم قلبي له فقط. هاللويا، مجد للرب. لننتقل إلى فقرة السؤال والجواب. أين تبدأ الحياة الأبدية؟ تبدأ الحياة الأبدية عندما نقبل الرب يسوع مخلصاً لحياتنا، وتصبح حقيقة وواقعاً عندما نغادر هذا العالم ونصل إلى الأبدية ونتمتع بمحضر الله للأبد. ننتقل إلى فقرة افتح قلبك. دكتور سواريز، أنا مؤمنة لكن أواجه مشاكل خطيرة مع ابني. إنه غير مسؤول ولا يهمه شيء ولا يستمع مهما حاولت التحدث معه. دائماً يخرج مع الأشخاص الخطأ ولا يحترم عائلته. لا أعرف ماذا أفعل. سئمت من كل هذه المشاكل، فمجرد وجوده يضغط على أعصابي. أنا أعلم أن هذا ليس بالموقف السليم دكتور سواريز. من فضلك أرشدني كيف أتعامل مع هذا الوضع، وما الذي علي فعله؟
آمل أن تكوني قد شاهدت فقرة دراما الحياة الحقيقية، قصة أمي نيكولاس التي تدخلت من أجل ابنها الضال، وظنت أن الرب لا يستطيع أن يعيده، لكن الرب قد أعاده، ومع ابنك سيكون الأمر ذاته. لنقف الآن لنصلي قبل أن نغادر هذا المكان. آمن بما يفعله الرب في حياتك. احنوا رؤوسكم وأغمضوا عيونكم. أبانا، إن هنا متحدين جميعاً في الإيمان، مقدمين لك الشكر والحمد. أصلي يا إلهي من أجل هذه الجماعة. نعم يا إلهي، لقد منحتنا مياهك الحية العذبة والمنعشة خلال هذه الخدمة. أصلي يا إلهي من أجل جميع الذين يتابعوننا على التلفاز، شاكرينك من أجل الإيمان والتحرير الذي منحتنا. والآن أمر كل روح شرير أن يغادر باسم الرب يسوع. آمين.